السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم قناتكم المنوعة قناة شلاشيل. اليوم إن شاء الله راح نخصص حلقتنا لصناعة تونيك بالبيئة الطبيعية. هذا التونيك متكون من مكونين بسيطين، ينفع للبقع الداكنة اللي تكون بالوجه، وينفع أيضا لحب الشباب وآثار حب الشباب. فأتمنى تستخدموه بشكل يومي. استخدام هذا التونيك بالليل، كل ليلة نقدر نستخدمه، وإن شاء الله راح نتطرق على طريقة العمل بنهاية الفيديو. فبالبداية أحتاج باقة من البقدونس. البقدونس هو نفسه المعدنوس اللي احنا نسميه معدنوس بالعراق. راح أحتاج باقة كاملة وكوب ونص من المي، مي عادي، وأحتاج أيضا ليمونة. راح أخليه على النار يغلي وأخذ الخلاصة مالته. فشلته من على النار، راح أخليه لحد ما يبرد، أصفيه تماما وأخذ كل هذا المي مال البقدونس. أحاول أطلع كل المواد اللي موجودة بالبقدونس. ما ينفع طبعا أي نوع من أنواع الخضرة، لا كرفس ولا أي نوع، فقط البقدونس لأن به مادة مطهرة ويعتبر تونيك طبيعي. من بعد ما راح أصفيه تماما راح أعصر هذه الليمونة كاملة بنفس هذا العصير البقدونس. وإذا عندكم البشرة تتحسس من الليمون تقدرون تخلون بداله ماء ورد. من بعد ما ضفنا عصير الليمونة كامل هذا المي البقدونس، فراح نفرغه بعلبة أو عندكم علبة زجاجية أو شيشة، أي شيء حتى تحتفظون به بالثلاجة، واستعماله يكون يومي. من بعد ما نشيل المكياج من على الوجه إذا حاطين مكياج أو تغسلون الوجه بالليل، ناخذ قطنة طبية ونمسح بها الوجه هذه الطريقة بحركات دائرية حتى يتطهر الوجه ويتنظف، وإن شاء الله بالاستمرارية راح تشوفون نتيجة روعة، وخصوصا البنات اللي عندهم بثور وحب شباب، لأن البقدونس بمادة مطهرة ويزيل حب الشباب تماما والبقع السوداء. فأتمنى تعجبكم هذه الوصفة سريعة، ولا تنسونا من اشتراككم بالقناة. إذا ما كنتم مشتركين يا ريت تضغط على زر السبسكرايب حتى إن شاء الله توصلكم كل الوصفات الجديدة، ولا تنسونا من الشير واللايك إذا عجبكم الفيديو. في أمان الله.